يلا يا اولاد لموا حاجتكم، الساعه بقت 10، القطر هيفوتنا. ماليش دعوه بالطرفه دي. يو ليه؟ هوضب لك هدومك. انا هوضبها بنفسي. على كيفك. يا عيني عليك يا فتحيه، هنسافر ونسيبك مرميه في السجن. يا اخوتي بس مين هيخدمنا دلوقتي؟ هو حد يلاقي خدامين؟ ايه ده؟ انت مالك؟ ايا يا حرامي، الكلب بتاع مدحت من قبل سعاد. يا حرامي بابا بابا ما تكلمش ميمي لحسن، ده هيروح النار. نار ايه يا بنت؟ عارف الكلب بتاع مدحت اللي كان ضاع على البلاش وقعدوا يدوروا عليه وما لقوهوش؟ اداري ميمي سرقه مخبيه. انا ما سرقتوش، انت كدابة. انا لقيته هنا كده برضو. يا ميمي اخص عليه، خدي يا سميرة الكلب وديه لصاحبه، وخدي كمان السمكة بتاعت ميمي اديها له بدل العلقة اللي اديتها له مامته. حاضر. المرة دي بابا مش هيضربك، لكن مرة تانية ان كدبت ولا سرقت بابا هيذبحك بالسكينة، سامع؟ عيني عليك يا فتحية، تلاقي برضو حد لطش الساعة وهي اللي رجلها جت. بابا بابا. في ايه؟ هو ربنا يصفنا لما نسلق. ايوه يا ابني، يعني ربنا يصف الفتحية وهي تسلق ساعة الله النار. تعال تعال. يظهر ان احنا ظلمنا فتحية. لقيت الساعة يا اسم محمد؟ ايوه. يا اخويا مش كنت تدور كويس قبل ما تعمل الفضيحة دي كلها؟ لا حول الله يا فتحية. ولازمته ايه العياط ده بقى؟ اصلها صعبان عليا، وكان قلبي حاسس انها مظلومة. اهو اللي حصل حصل. المهم ايه العمل دلوقتي؟ تاخد بعضك وتروح القسم وتقول لهم لقيت الساعة وتجيب البت في ايدك. ازاي بقى؟ امال هتروح بس فين يا حبة عيني؟ اهو بيوت الخدمة كتير، يعني مفيش الا بيتنا. حرام يا سيد محمد، دي بنت صغيرة وغلبانة ومكسورة الجناح، مش يمكن تروح بيت مين اللي فيه شبان ما يخافوش من ربنا؟ حد يضحك على عقلها ويبقى ذنبها في رقبتنا. يلا يا سيد محمد، ده انت عندك بنت صغيرة ربنا يوقف لها ولاد الحلال. يلا امال القطر هيفوتنا يا اخويا. حاضر. الحمد لله، يا عيني عليك يا فتحية. والله أنا كنت شايلة هم الخدامين بشكل. ما تفكريش ترجعي للخدمة تاني، هتعيش طول عمرك في نظر أسيادك حرامية. حتى حسنين اللي من توبك أدي أنت شفت خانك إزاي. اسمعي الكلام اللي قلتلك عليه، بدل ما تنامي في المطبخ والبلاط ياكل جتتك، هخليك تتمرمغي في الحرير. هيبقى عندك بدل الخدامة اتنين. لا خليك أنتي. البيت عاجي مش كده؟ ايوه اتفضلي. شفتي البيت ساعي اكسلانس قد الدنيا، ما تخافيش يروح هخليه يطلعك. اتفضل ادي اسيبه الجواز الشرعي، واظن بعد كده بقى. طب اتفضل استريح. انا بستعجب ازاي بوليس الاداب يغلط الغلطه الشنيعه دي. اهلا سلوى، انا اسف يا حبيبتي اتاخرت عليك. ما تزعليش يا روحي، بتحصل في احسن العائلات. انا ضروري هطلب رد شرف. اظن القسيمه دي دايما شايلها في جيبك. طبعا يا فندم. طب اتفضل امضي. هنا. السلام عليكم سعادة البيت. عليكم السلام. يلا يا فتحية، في واحد جه يضمنك ويخرجك. يضمني أنا؟ أيوه. ده لازم حسنين. فتحية.
ابراهيم. شد حيلك يا فتحيه، الحكايه بسيطه، افراج ان شاء الله. يا فتحيه، لوستا جاي علشان يضمنك وبيقول انه خطيبك، ده صحيح؟ ايه رايك؟ خامو على نيتها. لوز مقشر. انما يا حضره الضابط، ما دام هو بيقول انه خطيبها، فين الدبله اللي في صباعه وفين الدبله اللي في صباعها؟ مش شغلك انت. يا حضره الضابط، انا كنت متكلم عليه وكنا متفقين نقدمه الشبكه النهارده، مش كده يا فتحيه؟ ايه يا فتحيه؟ ما ترد. يا حضره الضابط، انا مستعد ندفعه الضمان، ومستعد ندفعه ثمن الساعه كمان. تسوى كام؟ 10 جنيه؟ 20 جنيه؟ 30؟ لما يكون ثمنها 50 جنيه كمان، انا صدقاه. خلي فلوسك، المحضر هيتحول للنيابة وهي اللي هتتصرف. يا حضرة الضابط، فتحية ما سرقتش، نحلفولك على القرآن انها ما سرقت. ابقى قوم لها محامي دلوقتي تضمنها. بس انا نضمنها برقبتي. هتكون مسؤولة منك، عارف لو هربت هيحصل لك ايه؟ تهرب ان شاء الله. مش هتهرب ابدا. نهارك سعيد يا حضرة الضابط. اهلا وسهلا. خير؟ والله يا فندم انا لقيت الساعة، فتحية ما سرقتهاش. الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. ألف مبروك يا فتحية. دي ساعة قيمة قوي، دي ذهب خالص. الله، دي لقطة. حقك عليا يا فتحية، تعالي معايا، الست والأولاد مستنيينك، احنا مسافرين مصر. فتحية سعادة البيم مش هتروح معاك. زي الكلام ده، أمال أنا جاي أطلعها ليه؟ جاي تطلعها عشان تشتغل عندك، يعني لولا أزمة الخدامين اليومين دول كنت رميتها في السجن. تلبسها جناية وتضيع مستقبلها. أمرك غريب يا سيدي. أنا فدي دخلك إيه أنت في الموضوع؟ إزاي بس يا محترم تتهمها بالسرقة وعاوزها ترجع تاني تشتغل عندك؟ هو إيه ده؟ يا فتحية ما عندهاش كرامة؟ بس أنت وهو، سيبوا حضرة الضابط يشوف شغله. فتحية لا هي هتروح عندك ولا معاه. تعالى يا فتحية، تعالي اقعدي جنب الست. قلت إيه يا فتحية؟ مين فيهم اللي هيستلمك؟ تعال يا توح، تعال يا روح. لا يا ست هانم، انا ما عادش اخدم الا بيت جوزي لوست ابراهيم. تعال يا استاذ ابراهيم، وريني البطاقه بتاعتك. حاضر ساكلي. يلزم اي خدمه تانيه يا سعاده بيه؟ لا يا استاذ ابراهيم، خد خطيبتك ومع السلامه. الف شكر يا سعاده بيه. مع السلامه. شكرين. كانت لقطة. معلش، ما خرجناش من المولد بلا حمص.